دورة تدوينية لحماية الممتلكات الثقافية واللقى الأثرية والأعمال الفنية لفائدة فرق وخلايا حماية المساس بالتراث الثقافي بالقيادة العامة للدرك الوطني. أهداف الدورة وأهمية التنسيق مع كل الأطراف الفاعلة ميدانيا لحماية التراث نقاط من بين أخرى أطرحها للنقاش على ضيفتي السيدة فايزة رياش مديرة مركز الفنون والثقافة بقصر رياس البحر. سيدة رياش صباح الخير. أهلا بك. صباح النور سيدتي وصباح بعبق التراث لكل المشاهدين الكرام. مرحبا أهلا بك. إذا هذه الدورة تأتي في إطار تفعيل التعاون بين قطاع الثقافة ومختلف الهيئات الفاعلة لحماية التراث. ما أهمية هذه الدورة في الوقت الراهن؟ طبعا قبل الحديث عن أهمية هذه الدورة، كيف جاءت هذه الدورة؟ طبعا بعد تظاهرة الأمن الثقافي كرهان لتنمية ثقافية مستدامة التي نظمت في قصر رياس البحر وأشرفت عليها وزارة الثقافة، طبعا كانت هذه التظاهرة التي كانت مع استضافت الهيئات الأمنية المتخصصة في حماية التراث الثقافي من قيادة الدرك الوطني، من مديرية الأمن الوطني ومن مديرية الجيش ومتحف الشرطة، كانت فرصة للتعرف على هذه الآيات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية. وبعد هذا التظاهرة كانت هناك مخرجات وتوصيات للتظاهرة، من بين التوصيات خاصة التي حرصت وزيرة الثقافة على تحقيقها في أرض الواقع هي إقامة دورات تكوينية لفائدة أفراد الخلايا والفرق المتخصصة في حماية الممتلكات الثقافية بقيادة الدرك الوطني، الأمن الوطني والجمارك أيضا. فالبداية كانت مع قيادة الدرك الوطني، نعرف أنه هم يعني خلايا تعمل منذ سنوات منذ تأسيس هذه الخلايا، خاصة أن الجزائر كانت من الدول السباقة التي وضعت خلايا لحماية الممتلكات الثقافية في قيادة الدرك الوطني والأمن الوطني. طبعا هذا الدورة التكوينية لولا الكوفيد يعني لكان العدد أكبر، ولكن هذا الدورة مست كل المؤسسات الأمنية، ولكن بسبب الكوفيد وبسبب الوضع الصحي اليوم يعني كانت الدورة مخصصة لقيادة الدرك الوطني في انتظار دورات أخرى تمس باقي المؤسسات الأمنية. طبعا اليوم وزارة الثقافة والاستراتيجية الجديدة لجعل التراث الثقافي كأحد البدائل الاقتصادية، ليس في الوقت الحالي ولكن على الأقل بعد 3 سنوات 4 سنوات نتحدث عن تراث كأحد البدائل الاقتصادية، ولكن أول خطوة هي رفع وضمان مسار تشاركي بين مؤسسات الدولة. اليوم التراث الثقافي صحيح أن الوصية الأول عليه هو وزارة الثقافة، يعني حمايته صونه بالطرق العلمية إلى غير ذلك، ولكن حماية التراث يعني يجب أن تتشارك كل المؤسسات في حمايته، وزارة العدل من جهة خاصة بالردع لكل من يعني تخول له نفسه تشويه الأماكن الأثرية والمواقع الأثرية، أيضا المؤسسات الأمنية لما لها دور كبير وكبير جدا في التصدي للاتجار غير الشرعي للممتلك الثقافي. لا. اليوم الاتجار غير الشرعي للممتلك الثقافي يتصدر يعني مكانة كبيرة، خاصة كتجارة السلاح مثلا، لأنه يعني سهل خفيف للسرقة، هناك يعني قطع صغيرة جدا ولكن ثمنها كبير جدا، جهل أيضا للقيمة التراثية لهذه اللقى في الكثير من الأحيان، والجهل هو الجهل يعني للكثير من لأننا لم نعمل على معرفة قيمة هذا الأثار، ولكن هناك من المهربين والمتخصصين في بيع وشراء الممتلكات الثقافية يعرفون جيدا قيمة هذه الممتلكات الثقافية. لذلك خاصة الجهة الشرقية التي تنتشر فيها مواقع أثرية هامة، خاصة المواقع النوميدية الرومانية الفينيقية إلى غير ذلك، وين نلقاو قطع أثرية، قطع نقدية، قطع ما قبل التاريخ التي تهرب خاصة على الحدود الشرقية إلى إيطاليا وأوروبا، والتي هي سوق نشطة للاتجار بالممتلك الثقافي. اليوم حتى فضاءات التواصل الاجتماعي تشهد تجارة مربحة للممتلك الثقافي للأسف، ومجهود كبير وكبير جدا يعني تقوم به المؤسسات الأمنية، سواء قيادة الدرك الوطني أو خلايا التابعة لقيادة الدرك الوطني أو الأمن الوطني. لذلك أي
أيضا المناطق الحدودية اليوم حتى الجمارك قامت بعدة عمليات هامة وهامة جدا في المناطق الحدودية والصحراوية. لذلك اليوم نحتاج ما دام رانا نقولوا التراث كأحد البدائل الاقتصادية كاستراتيجية متبنات من وزارة هي حماية الممتلكات الثقافية. وزارة الثقافة وحدها لا تكفي يعني الآن تحتاج إلى شركاء فاعلين بالفعل. أول شيء هو تكوينهم، وكانت تجارب ناجحة جدا مع هذه الأفراد، وطبعا يعني منذ أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات ما فيش تكوين، لذلك مهم جدا. وكان حتى قيادة الترك الوطني كانت يعني حريصة جدا على إقامة هذه الدورة التكوينية لأفرادها، لأنه هذه الأفراد مؤخرا فقط في بشار اكتشفوا مواقع أثرية. يعني جميل جدا أن نجد هذا الحس في أفراد وخلايا حماية التراث الثقافي بقيادة الدرك الوطني. يعني أنا لما هذا استثمار في الحقيقة، لأنه ليس فقط المختص في علم الآثار أو واحد يعني شخص تابع لإطار في وزارة الثقافة يحس بهذا القيمة، قيمة التراث، لأنه اليوم حتى هؤلاء الأفراد يعني هم واعون بأن التراث هو جزء من هويتنا، يعني ما يسرق هو تسرق هويتنا. لذلك مهم جدا أن هادو، أنا دائما نسميهم حماة الذاكرة أو حراس الذاكرة، مهم جدا أن يكون يعني يتلقوا تكوين رفيع المستوى من أجل تقديم الأفضل. يعني هم بلا تكوين شوفي وش قدموا لنا في بشار. يعني أنا أقول لك أكثر من 4 مواقع تم اكتشافها، فما بالك ما يقام أيضا من تصدي، خاصة في الجهة الشرقية تبسة تشهد يعني تصدي كبير، يعني أفعال تشويه لمواقع، حفريات عشوائية، لأنه لما نقول حفريات عشوائية يعني تخريب مواقع أثرية، ويعني امتلاك لقى بطريقة غير شرعية، بيعها سواء عبر فضاءات تواصل اجتماعي أو عبر شبكات تهريب الآثار إلى غير ذلك. فمهم جدا من كلامك نفهم أنه هذه الدورة التكوينية سوف تتوسع تشمل كل أنواع الموروث الثقافي، كل المواقع الأثرية. أكيد أكيد هم اليوم راح الدورة حتكون في المتاحف. اليوم أنا خليتهم في المتحف، كنت معهم في متحف الباردو، البداية بمتحف الباردو. لماذا متحف الباردو؟ متحف الباردو فيه قطع أثرية تعود لفترة ما قبل التاريخ، وهذه نلقاها بكثرة في الصحراء الجزائرية، لأنه هذا التكوين ليس فقط لخلايا الموجودة الخلية أو الفصيلة موجودة في الجزائر العاصمة، إنما لكل الخلايا والفرق الموجودة عبر الأقاليم التابعة يعني الأقاليم الجهوية، فواحد في بشار، واحد في أدرار، واحد في ورقلة، واحد في تقوت، واحد في تيبازا إلى غير ذلك، وكلها مواقع ومناطق فيها مواقع أثرية. فمواقع ما قبل التاريخ منتشرة بكثرة في الصحراء، يعني نجد أي شخص يجد قطع أثرية تعود لفترة ما قبل التاريخ، دي بيفاس، دي زاشو، دي بيك إلى غير ذلك، يعني قطع أثرية إضافة إلى لفوسيل المستحثات البحرية أو المستحثات التي نجدها المتحجرة، التي نجدها حتى في المنيعة، في عين صالح، في تامن راست، في جانت إلى غير ذلك. كل هذه القطع تحتاج إلى أن الشخص يعرفها ويشوفها بالفعل قدامه في المتحف باش غدوة يشوفها، لأنه حتكون نظري صباحا وتطبيقي مساء. لما يشوفها هذه شفتها في متحف الباردو، يعني هذه ممنوعة، خاصة هناك ناس يعني اليوم يروحوا للصحراء ويجيب يقول لك سوفينير، ما هوش سوفينير، ما هوش حقك، لأنه هذا ممتلك ثقافي محمي يجب يعني تركه في مكانه أو اتصال بمديرية الثقافة أو متحف. نمر إلى ضرورة الحديث عن التوعية والتحسيس وإشراك أيضا، إضافة إلى هذه الهيئات الرسمية، المواطن والجمعيات، المجتمع المدني في عملية حماية التراث. أكيد الوعي مهم جدا، ولكن أنا نقول الوعي يعني اليوم حتى وديري دورات للجمعيات إلى غير ذلك، ولكن اليوم أنا نحتاج نستثمر في الطفل. اليوم هذا الجيل أنا دائما نقولها ونعاودها، يعني ربما ما عنديش أمل كبير أنه نزيد فيها وعي بالحفاظ على التراث، ولكن الأجيال القادمة، الأجيال الجاية، الأطفال اللي في عمره 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، على 10 سنوات حيكون في عمره 18 سنة. لذلك مهم جدا أن نستثمر اليوم في الطفل. الطفل مهم جدا أنه يكون مقياس في وزارة التربية، ونهدرها ونكررها كل مرة، مهم جدا أن يكون مقياس في الابتدائي، يعرف مفاهيم بسيطة، لماذا التراث؟ لماذا نحمي التراث؟ لماذا نحمي موقع أثري؟ كيف نتعامل مع موقع أثري؟ كيف نتعامل مع لقى أثرية نجدها في الصحراء، في بوسعادة، في مسيلة؟
المواقع كثيرة جدا، لذلك مهم جدا أن نبدأ من الطفل. معليش نبدأ من الصفر، معليش يعني نبدأ مع الطفل اليوم، هو بعد 10 سنوات هو اللي راح يحمي التراث، هو اللي يكون عنده وعي كبير بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي. اليوم الجمعيات في مجال التراث ما نلقاوهاش بزاف، ما كانش كثير، ولكن أيضا الإعلام مهم جدا. أنا نقول دائما الإعلام له دور كبير وكبير جدا. اليوم التلفزيون العمومي نحتاج إلى دي سبوت بيبليسيتار، كيفية نوعي المواطن، كما يجي فصل الصيف ونقول لهم ما لازمش السباحة ممنوعة إلى غير ذلك. نفس الشيء يعني مهم جدا أن يكون سبوت بيبليسيتار، يا ناس كي تروحوا التيبازا ما تاكلوش، ما تخربوش، ما تعفسوش إلى غير ذلك. يعني كيفاش خاصة أنه مواقع كثيرة جميلة جدا، وحتى موقع أثري يروحوا له في الصيف، وموقع أثري يروحوا له في الربيع إلى غير ذلك. يعني هناك زخم ثقافي هام، يجب فقط على المواطن أن يعرف كيف يتعامل مع هذه المواقع الأثرية، وكيف يعلم أبناءه التعامل مع المواقع الأثرية. لأنه اليوم نحتاج أولياء واعيين أكثر من الأطفال، لأن الأولياء هم اللي يوعوا أولادهم. يشوفوا كامل كيروحوا لتيبازا كم كبير من الأشخاص، ولكن يعني هذا يعفس، هذا وعفو قصور، هذا يصوتي، هذا إلى غير ذلك. هذا كله مضر بالمواقع الأثرية، ولذلك الأجيال القادمة حتحاسبنا لماذا لم نحافظ على هذه الممتلكات الثقافية. ماذا عن المساهمة في اكتشاف المواقع الأثرية الجديدة، خاصة بعد صدور الخارطة، خارطة جرد المواقع الأثرية وتحيينها؟ أكثر من 1500 موقع الآن هو مصنف ضمن هذه الخارطة، وهي مفتوحة على المزيد من المواقع، لأنه فيها عديد من المناطق كما أشرتي هي تعتبر متحف مفتوح، وما تزال موقع لاكتشاف المزيد من الأثار والكنوز التاريخية. دائما نقول الجزائر هذا أصغر من قارة وأكبر من بلد، يعني كل منطقة فيها مواقع كثيرة كبيرة وكبيرة جدا. عملية الجرد لم تنتهي، يعني كل يوم فيه اكتشافات، ولكن يجب حماية هذه المكتشفات. يعني أنا لما نكتشف أحيانا بعض المواقع أنا نفرح أن المواطن ما يقدرش يوصلها، خاصة في لاتا درارت وفي فلاتو تاع تاسيلي وفي تامن راست، كاين بعض المواقع نفرح. لماذا؟ لأنه بعض المواقع لما يوصلها المواطن يخربها، يعني يكتب فوقها، يدير بالصبيغة فوقها. لذلك مهم جدا أحيانا كي تكون مواقع ما يقدرش يوصلها المواطن، ومش أنا كأثرية أتكلم هنا كأثرية، يعني بعض المواقع في لاتا درارت في جنات، يعني أنا نفرح واحد ما قدر يوصلهم. لماذا؟ لأنه تغيط لما يوصلوها المواطنين شوهوها، يعني كسوها، كتبوا فوقها، اللي يروح يخلي اسمه تما، يخلي رقم، يخلي. لذلك مازال ما وصلناش أنه لازم نحط لك عساس، كنا نحط لكش عساس تما تتخرب الموقع. عليه خلينا نحط لك عساس؟ نورمالمون أنت تعرف قيمة هذا التراث، اليوم جيت ليه زرته، غدوة تجيه مع صاحبك، غدوة تجيه مع وليدك. يعني مهم جدا أن تلقى الموقع الأثري محافظين عليه. عملية الجرد مهمة جدا، هي أولى وسائل الحماية. يعني عندنا وسائل الحماية حسب القانون 92/4، هي الحماية، هي عملية الجرد والتصنيف. ولكن عملية الجرد مهمة، كما يقول لك لو كان ما نعرفش واش عندي ما نقدرش نحميه، فمهم جدا أن ننتهي من عملية الجرد في المتاحف، والزملاء في المتاحف يقوموا بالدور اللازم لاستكمال عمليات الجرد، لأنها عملية مهمة جدا. وأيضا عملية جرد المواقع الأثرية ما نقدروش نجردوا كل شيء، يعني يقول لك بلادنا الله يبارك ربي يحفظها ويصونها، يعني كبيرة جدا، يعني كل يوم اكتشافات عندها أكثر من. بعد اكتشاف هذيك الفسيفساء تاع جيجل عيط لي واحد من جيجل، عندنا أن يلقينا فسيفساء في مكان ما. يعني كل مرة هناك اكتشافات، ولكن كيف يمكن، لازم نستثمر في المواطن اللي هو اللي لازم يحفظ على هذه المواقع الأثرية. ولكن هذه عملية صعبة جدا، ماهيش فقط على عاتق وزارة الثقافة، هي عاتقة على وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مهم جدا كل الكليات التابعة لقسم الآثار والتاريخ، معهد الآثار إلى غير ذلك، أن يساهم بشكل فعال في حماية هذه المواقع الأثرية، وكيفية صونها، وأيضا خاصة عملية الحفريات الأثرية تكون منظمة، وتكون يعني نخليه مثلا أحيانا تكون حفريات أثرية تغلق الحفرية، يجي مواطن يفتح على الحفرية. لماذا؟ لأنه ما شبعش الفضول تاعو، عم بالو كي تلقاي كنز، تلقاي ذهب، هي ما كان والو، كاين حجر وكاين فخار، كاين زجاج إلى غير ذلك. فلازم حتى على اللي يديروا حفريات يشبعوا فضول الساكنة القاطنة تاع المنطقة. قال يوم مفتوح على الحفرية، ها شوفوا واش رانا نلقاو، غير فخار، عظام، حجارة إلى غير ذلك. مهم جدا أيضا الإعلام، ونعاود ونكرر الإعلام مهم جدا. نتواصل في هذه النقطة، التعريف بأهمية هذه الكنوز الأثرية. نتحدث الآن عن استراتيجية القطاع، خاصة فيما يتعلق بالعلم الافتراضي في العالم.
العالم الأزرق، لأنه هذا يسهل وصول المعلومة. نحن نعيش زمن وبائي الآن، وهناك تطور كبير للعمل على المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي. كيف هو العمل في هذا الإطار، خاصة لو نعود إلى التكوين، إلى هذه الدورة التكوينية والتي سوف تتوسع وتمتد لمزيد من الهيئات الرسمية كما أشرت منذ قليل؟ والله الكوفيد كان نعمة ونقمة، يعني خلانا نروح للافتراضي وخلانا نحوس على المجال الافتراضي. من أهم الأعمال يعني اللي قامت بها وزارة الثقافة عبر الافتراضي، كانت هناك ملتقيات، من أهم الملتقى العربي للمتاحف. أول مرة يلتقي المتحفيون الجزائريون مع المتحفيين العرب، يعني مهم جدا أن تكون هناك لقاء ولو أنه افتراضي، ولكن هو عبارة عن تبادل الخبرات. صحيح أنه عندنا متاحف، عندنا لقاء أثرية هامة، عندنا يعني كنوز متحفية، ولكن تبقى متاحفنا ناقصة كثير، يعني أمور ناقصة. مهم جدا أن نستفيد من خبرات الآخرين، مهم جدا أن نستفيد من تجارب الآخرين ومن نظرتهم، لأنه الكثير من البلاد العربية اليوم عندها تراث قليل جدا، ولكن تسويقه بطريقة عجيبة جدا، ترويج كبير جدا، يعني لا مجال للمقارنة تراثهم بتراثنا، ولكن هم عرفوا كيف يسوقوا لهذا التراث، ونحن لم نعرف كيف نسوق. ليس جهلا، ولكن لأنه ما زلنا في ذهننا أنه عندنا بترول، عندنا ثروات أخرى، ثروات هذه ستنفذ يوما ما، ستنفذ الثقافة كبديل اقتصادي. أكيد أكيد يجب من اليوم أن تكون هناك نظرة استشرافية، كيف يمكن لهذا التراث أن يكون بديل اقتصادي، بديل أيضا ثقافي، لأن المتحف أنا مش حتى نجيب لك باش تاكل، باش ندير لك ريستو، باش تجي للمتحف، لا. كيف يمكنك أنت من المنزل تخمم تجيب أولادك للمتحف باش ياخذوا درس تطبيقي على ما شافوه في ليكول، يعني هذه إضافة لأولادك، وهي استثمار في الطفل، في ثقافة الطفل. اليوم الثقافة ليس فقط يعني لأنه ثقافة الأكل انتشرت بكثرة، ولكن نحتاج إلى ثقافة الذهن، ثقافة العقل، أن الطفل التراث مهم جدا، السينما مهمة جدا، المسرح مهم جدا. فمهم جدا أن يكون التفكير من المنزل. في الختام، الدورة تستمر إلى غاية 29، سيكون الاختتام في قصر رياس البحر، سيكون حوصلة حول الدورة، وأيضا ترفع توصيات أخرى لوزيرة الثقافة التي تحرص كل الحرص على نجاح هذه الدورة، وأيضا سيكون تسليم شهادات تشجيعية. التلفزيون الجزائري سيكون في المتابعة والتغطية. أشكرك جزيلا السيدة فايزة رياش، مديرة مركز الفنون والثقافة بقصر رياس البحر. شكرا جزيلا لك. ومن الجواهر مشاهدينا التي تزخر بها الجزائر هي مدينة مليانة، هذه المدينة الأثرية التاريخية التي تتمتع بتاريخ زاخر أيضا وبمظاهر متفردة جميلة جدا. جولة في أعالي مدينة مليانة في روبورتاج سهام تنوش بصوت أسماء تركي. بين أحضان جبال زكار تقع مدينة مليانة، المدينة المعروفة بفاكهة الملوك الكرز. ولأن مليانة تضم العديد من المناطق التي تستقطب الزوار، نظمت مجموعة من العائلات زيارة إلى أعالي سيدي بومصبيح. نشارك مع العائلات والأطفال لإيصال تاريخ بلادنا وإبراز الهوية الجزائرية. المكان هو جرعة من الأكسجين الطبيعي. استمتعت بالطبيعة. جولة تحت زخات المطر كانت كافية للترويح عن النفس، اكتشاف السياحة الجبلية، والتمتع بثمار أشجار اللوز والكرز. ضمن هذه الخرجة والجولة للعائلات بهدف تطوير السياحة الجبلية والتاريخية لهذه المنطقة زكار المعروفة بثمار اللوز والجودة فاكهة الكرز بمليانة. جبال زكار تبقى شاهدة على أحداث تاريخية عريقة وقبلة لأبنائها الشغوفين بالتعريف بمنطقتهم الضاربة في أعماق التاريخ. عدنا إذن من جديد، ووصلنا الآن إلى ركن كيف تنشئ مؤسسة.